مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في أول عدد من برنامج فنانكم لهذا الموسم. برنامج فنانكم اللي تعودتوا من خلاله تتواصلوا مع فنانكم المفضل، تتعرفوا على أعماله، على جديده، على أحلامه وطموحاته. واليوم راهو حاضر معنا الفنان الشعبي محمد العمراوي، راهو مع الجيتار تاعه، وأنا متأكدة بلي راح نجوزوا ساعة من أروع ما ليكون. مرحبا بك معنا. الله يسلمك اختي داليا، على كل حال مساء الخير، ونقول مساء الخير لكل المتفرجين الكرام تاع القناه الثالثه. يعني على كل حال استدعيتوني، وعلى بالي باللي المشجعين ديالي يعني توحشونا شويه. أكيد. احنا لبينا النداء ان شاء الله، ورانا معكم ان شاء الله في الحصه. اكيد. الفنان محمد العمراوي تعودنا نهديه في كل مره للفنان يحضر معنا ولمشاهدينا الكرام بورتري لفنان جزائري تختاره انت بنفسك. هذه المره حبينا يكون اول عدد وقفه امام روح الفقيد فقيد الاغنيه الشعبيه مصطفى يانيس، لوفاته الالمانيه عن عمر يناهز 60 عام قبل أيام. نحيو أو نعزيه بالأحرى عائلته وكل العائلة الفنية، أليس كذلك؟ على كل حال يعني مصطفى الله يرحمه يعني كان كما نقولوا زميل، وكان يعني كان أخ، يعني جوزنا المر والحلو كيف كيف، بتنا كيف كيف، عملنا كيف كيف، يعني كنا عملنا يعني عدة أعمال. ما بينهم كنا درنا واحد الاغنيه رباعي كانت في 2001 تاع الحمله تاع باب الواد، يعني كنا درنا انوماج يعني واش صرا يعني تاع في الحمله. كنت يعني انا ومصطفى يانس الله يرحمه، نور الدين علان، ونصر الدين جاليز، وملاء كامل. ويعني واش نقول لك مصطفى، يعني انا بيرسونيلمون يعني تلقيت الخبر بشغل ما كنتش داير، يعني ما جاتش. عيط لي على كل حال، عيط لي على كل حال صديقنا عبد المجيد مسكوت. نعم. اللي نحييه الا راه يشوف فينا هو والعائله ديالو. نعم. كنتوا بديتوا الاغنيه الشعبيه تقريبا في نفس الفتره، في بدايه الثمانينات. لا على كل حال مصطفى يا ناس الله يرحمه قديم علينا. نعم. كيما انا يا نور الدين علان، عبد المجيد مسكوت، قولي لي نصر الدين جاليس، مراجع عفري، المرحوم كمال مسعودي ايضا، كمال مسعودي الله يرحمه، سيد علي لقام، يعني القائمه كبيره. هذوك. نعم. هذاك هو الجيل تاعنا احنا. نعم. بدايه الثمانينات. لكن كيما مصطفى يانس الله يرحمه كان قبلنا، كان من جيل عزي وزرايس، من جيل. نعم. يعني اللي سبقونا ما قبلنا شويه. وقعد قعد قعد يعني توجور ايليرسي توجور جون مصطفى الله يرحمه. نعم. 16 البوم فني هو يعني حصيله مشواره الفني، عدد غير هين. ايه على كل حال دار يعني تبنى العديد من المواضيع الاجتماعيه. ايه اجتماعيه، مثلا هو كان على كل حال كان معروف بالاغنيه تاع من تراث راشده. نعم. راشده قصيد شعبي كان يعني الى فيان سوكسي به، كان الاغنيه الثانيه عاداني حبيبي انكار الخير. نعم. يعني كان عنده هذو في البدايه تاعه. ومن بعد كان تعامل مع شعراء، كان دار عدة مواضيع، ما بينهم كاين أغنية اللي دارها أنوماج للفنانين، تقريب كل الفنانين تاع الجزائر. نعم. هي وين راكم يا أصحاب الفن؟ يا أصحاب الفن، يعني أغنية أثارت ضجة في هذاك الوقت. إيه يعني أذكر كل فهموها الناس يعني بطريقتين يعني. إيه. يعني كاين اللي انتقدوه من اجل هذه الاغنيه. لا وكونترير هو فكرنا في شيوخنا. نعم اكيد. وين راكم يا ناس يا اصحاب الفن؟ شي ناس اليوم ضيعوه بكلام وصوت مغبن، اللي عملوا شيخنا تركوه. نعم. وهو يعني بطريقه يعني انب شويه اللي خرجوا عن اصول الفن وعادوا يغنوا اي كلام. سي نورمال. نعم. سي نورمال. دور الفنان يعني دور الفنان. الفنان الحقيقي اللي يغني اغنيه المربيه، والاغنيه اللي رايحه كما نقولوا اللي رايحه تساهم باش تبني المجتمع تاعنا. لازم كيشوف كيما نقولوا واحد هرب على الطريق لازم يعاود يرجعوا. نعم. يعني هذاك هو الدور تاع الفنان. نعم. انا ندير موضوع مثلا، هاني نغني موضوع،
لازم ينال منه المستمع. يعني من المفروض أنه الفنان يتبنى رسالة، والرسالة اللي كان تبناها الفنان المرحوم مصطفى يانيس ارتبطت كثيرا بالوالدين ومحافظة على الوالدين، كانت عنده الكثير من الأغاني. هاكي قلت لي جستومون عنده أغنية تانية تاع في دار العجز دار العجز الرماوني على الشيخوخة. نعم. ويعني هذا 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 كما نقولوا الموضوع حساس. عاصي الوالدين أيضا. إيه غنى يعني كثير من المواضيع ما بينهم كما قلت لك هذه مثلا هذه دار العجزة يعني اللي ولات عندنا في الجزائر ما كانتش عندنا احنا هذه. اكيد. صار نيكزيستي با من قبل. اكيد. ولات دوك ولات يعني نورمال كي تشوف دار العجزه ولا واحد يدي باباه لدار شيخوخه ولا نورمال، وهذا يعني خطا كبير. نعم. لان كما يقولوا ناس بكري خلاو الكلام دوك انت تدي باباك يجي نهار وين وليدك يديك. اكيد اكيد. مسيره هذا الفنان العظيم ومشواره الفني رايحين نتابعوها مع بعض من خلال هذا البورتخي لزميلتنا سلمى زينات. طبع موسيقى الشعبي ببصمة لا تزول مع الزمن، أغانيه مفعمة بالكلمات العذبة والمعبرة. في هذا الحي العتيق القصبة ولد الفنان الشعبي مصطفى يناس. مصطفى يناس من مواليد 1952، والمسيرة الفنية على كل حال تاعي بديتها في 1970 في المعهد البلدي بالجزائر العاصمه مع الشيخ رحمه الله الحاج محمد العنقا. الله. وين درست عنده يعني في مده 3 سنين انا عنده تما. والحاج العنقا المشكور من ذاك فنه ما ينساه. الشيخ الحسناوي المشهور الناس كلها ديوان، والحاج العنقا المشكور من ذاك فنه ما ينساه الدور شرشالي. أحب الفن منذ شبابه، مع العلم أنه كان رياضياً. شارك في ألحان وشباب في السبعينيات. هو أول من سجل الأغنية الشهيرة شهلة العياني مع محمد مختاري في بداية الثمانينات. الفنان مصطفى يناس من عشاق الراحل الهاشمي قروابي، رغم أنه من المدرسة العنقاوية. اشتهر بأدائه لمجموعة من الأغاني التراثية بصبغة جديدة، وهو من عكس إيجاباً على الحفلات التي كان يحييها. من أشهر أغانيه كيليون كيزمان وكذا أغنية في ديار العجز الرماوني. في دار العجز الرماوني آه الرماوني، وولادي يرجعوا عدياني داروا بي حتى الدوني آه الدوني، واستشفوا في عدياني في دار الشيخ وخرماوني آه رماوني، وولادي يرجعوا عديالي داروا بي حتى كواوني آه كواوني، واستشفوا في عديالي مهما قالت العمر مهما قالت العمر مهما قالت العمر شكايا للوحداني مهما قالت العمر. الفنان الشعبي مصطفى يناس المعروف بطيبة وحسن أخلاقه توفي غرة ديسمبر الجاري، أودع للمكتبة الموسيقية الجزائرية مجموعة من روائع الغناء الشعبي. برنامج فنانكم مازال متواصل معكم مشاهدينا الأعزاء. وشاهدت قبل القليل بورتري حول المرحوم الراحل فقيد الأغنية الشعبية مصطفى يناس رحمه الله وألهم ذويه الصبر والسلوان. إذن مازالك حاضر معنا الفنان محمد العمراوي، وقلت لي أنك يعني بديت تفقد أصدقائك من مغني الفن الشعبي. قبل سنوات كان الفنان كمال مسعودي اللي تعاملت معاه وجمعتكم صداقة، اليوم يعني مصاب آخر يعني في هذا الفنان الكبير. يعني على كل حال كما قلت لك من قبل قلت لك يعني كان صديقي عبد المجيد المسكود يعني هو اللي كان خبرني الأول يعني اللي يعني عيط لي في تليفون
يعني كي قالها لي شغل ما أمنش يعني جاتني شغل حاجة باسكو قالها مصطفى الله يرحمه يعني ما كانش مريض يعني كان نعم. جوز مدة كبيرة في هو مريض سي بور سا شغل جاتي سيربريز وعلى كل حال وانا بيردي يعني ماشي أول مرة يعني ديجا هذا الأعوان برك صديقنا عبد القادر قسم الله يرحمه لي كان زميلي ثاني يعني كنا نتعرفوا كنا كان ثاني عبد الملك منصور الله يرحمه عبد الله القطاف يعني ديجا راهي في هذا لا بيريود برك راهي يعني كات شونتور شعبي ولا كل حال لله ما اعطى ولله ما اخذ يعني هذا مكتوب ربي كل واحد ما يعرفش يعني وقتاش يجي مكتوبه واللي نقدر نقول لك انا يعني مصطفى يا ناس الله يرحمه فنان اللي خلى البصمه ديالو اكيد ويعني وكتبت حاجه يعني كان كيما انا بار اكزومبل محمد العمراوي يعرفوني هكذا في الجيتار راني نلعب في الاغنيه العاطفيه الشعبيه بار اكزومبل كي يسمعوها هكذا حنا قعدتينا درنا هنا في ليكول نعم. يعني درنا دوك انايا كي في الاعراس ولا كي نديروا الاعراس الشعبيه ولا بالموندول يعني عندي الموندول عندي جيتاره وكاين رانا نديروا بين الاغنيه كيما يقولوا القصيد تاع زمان هذه وعندنا الاغنيه الجديده اللي رانا نديروا فيها لا شونسونات مصطفى الله يرحمه كان ما بين الناس اللي يحب جسمه العصرانه يحب العصرانه في 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 لا شونسونات يعني وعمل عده اعمال اللي دار فيهم جسمه هكذا وهذه هي يعني كيما يقولوا بالمناسبه هذه يعني كتبت حاجه هاد اليامات ولا عندك قصيده يعني حبيت تاديها على كل حال يعني بالمناسبه كي يعني باش نترحموا على صديقنا مصطفى يانس الله يرحمه وربي يغفر له ان شاء الله ولكل الفنانين اللي يعني اللي فارقونا كنت درت يعني عملت ان بيتي طوماج يعني اللي كنت درته لصديقي كمال مسعودي الله يرحمه وين يعني تكريم له ان بيتي باساج برك يعني باش نتفكروا تكون هناك نتفكر. وقفه ان شاء الله غالي راح محال انا ننساه رب الكريم اداه خلاني نبكي كل يوم نستناه عارف ما يرجاش وخياله خلاه منه ما نشبعش يرحم من رباه راح الغالي راح راح الغالي راح بعد سنين وسنين حتى والفتك في رمشة العين الموت رفداتك بقيت وحدي حزين نتوحد لله هذا حكم الحنين قصر في حياتك خليت ذكريات مرسومة في الذات ودمعة العين لسقان المامات شحال درنا حطات وسهرنا سهرات العين على العين هذا كامل فات وبقى ذكريات راح الغالي راح راح الغالي راح ما نزيدش نهدر كي نهدر ننظر كي نشكي نسهر يوجعني قلبي هو يطلعني المر هو نبدا نبكي كي راح الغالي كل شي يرجع مر والدوام لربي سبحانه تكسى
صحة الفنان محمد العمراوي. كلمات مؤثرة جدا وموسيقى مؤثرة أكثر. يعني هذا الاختيار للحن أغنية جاك بغيل لو ميكيتوفا لماذا؟ يعني هل لأنه الموضوعين مرتبطين ببعضهم؟ على كل حال أغنية يعني معروفة لو ميكيتوفا يعني سي 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 لا شونسون لي يعني يعني ما اللحن ديالها يعني ما يعني دار حاله يعني في من من ذاك الوقت لحد الان. وهذه الاغنيه يعني كانت في لوماج هذا اللي كنت درت انايا كان صديقي محمود شاهد يعني هو اللي قلت له تكتب لي في هذا في هذا في هذا الموضوع هذايا. يعني درت كاين عده كان ياسين عابد كان اللي درنا شاركنا يعني في هذا لوماج يعني هما في الكلمات وانا في كاين وين الحان وكاين وين يعني لي زارونجمون ميوزيكال كاين وين يعني. وعلى كل حال سي نورمال يعني الاغنيه كي تكون اغنيه عاطفيه ولا اغنيه هكذا اللي تكون مؤثره حزينه ولا جداً. يعني يعني من الاحسن باش ما تكونش فيها ضجه يعني في, في, في يكون ايقاع هكذا الباس ميو يعني تفوت خير. وهكذا كان الحال يعني في الرباعيه اللي حدثتني عليها قبل قليل اللي اديتوها لما كانت يعني الحمله تاع باب الواد. نعم الحمله في باب الواد سنه 2001 يعني قمت باداء اغنيه تتحدث على هي الاغنيه هو اسمها الجزائر حزينه وكان كتبها مصطفى يانس الله يرحمه المرحوم يعني مصطفى يانس الله يرحمه. نعم وكان من المكتوب يعني كتبت باش درناها في اربعه قعدت في 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 ذكريات يعني تاع من الذكريات الحزينه اللي عشتها الجزائر. وهذه هي الدنيا الدنيا مر وحلو على كل حال اكيد ودائما في هذه في هذه الاحداث الحزينه يعني نلتمس الروح الوطنيه لدى المواطنين والتضامن والتعاون وهذا الشيء الجميل. اللي معنا صور او معنا مقطع من هذه الاغنيه من هذه الرباعيه اللي كنت اديتها. ما زالك متفكر على الكلمات؟ جزائر حزينه جزائر حزينه كي جاتها لغبينه هذا صوتي انا الحملة كي جات للقد في طريق هدات الدات الدات في طريق هدات كل عيبات كل بنايات. نعم هاي الصورة اللي تجمعكم الأربعة نشوفوا نلاحظوا. نعم ايه هذا كل حال يا رب ارحم اللي مات هذه سنة الحياة يا رب ارحم اللي مات هي سنة الحياة كما نقولوا. ونروح الآن من نخرج شوية من الحزن مدام يعني هذا هذا نعم. هذا المقطع ديالي يعني دي هذا المقطع اللي أديته في هذا أديته أنا يعني هذا اللي كنا نسمعه يعني كنت أنا أديت أول مقطع شفا صديقين صادين قاليز كان أدى المقطع الثاني ومن بعد نور الدين على نوقيلا المقطع الثالث ومصطفى الله يرحمه يا ناس مقطع ربي يعني ذكريات اللي ما تنساش ذكريات بقاو في هذه الذكريات. فنان محمد العمراوي يبقى لك موقف عشته ربما موقف طريف او موقف تشفى عليه في هذه المأساة هذه؟ نعم لا ماشي في المأساة في تعاملك مع الفنانين والفنان مصطفى يا ناس. على كل حال انا يعني كان لي الحظ باش نكون يعني انا معروف كمغني وكاتب كلمات يعني ملحن يعني عملت كما نقولوا دينا من كل حاجه شويه شويه. نعم وثاني يعني في هذاك في هذيك لا بيريود كنت انا انجينير دو سون كنت في استوديو يعني كنت نسجل مغنيين يعني عاونت كثير من المغنيين تاعنا شباب يولي احبابنا سي نورمال. وهذا الاغنيه يعني كان كي جابها لي مصطفى ياناس الله يرحمه يعني كنا مجتمعين في اربعه انا ومصطفى ياناس الله يرحمه نصر الدين قاليز ونور الدين علان ويعني نتشاوروا بيناتنا كيفاش نديروا لها يعني كي جاب الكلمات وبعد اخترنا اللحن هذا اللحن يعني كل حال معروف هذا اللي عمدة من أعمدة الفن الجزائري هو الموسيقار محبوباتي الله يرحمه الشمس الباردة. نعم وانا دخلت عليها دي زارونجمون سي تعديلات في كسوا كما يقولوا في 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 الالات في الالات يعني في تقسيم الالات ولا في اون في دي بيتي ارانجمون
ويعني هاني شاف جاب كي جابها مصطفى الله يرحمه بالخف كتبناها لحناها كلمات وسجلناها يعني تحت قد شاركنا بها في نعم يعني كان تعبير يعني الفنان في هذا سي نورمال يعني احنا كل احنا في المأساة كيف في كل مأساة نعم احنا المأساة تما اللي صرات تاع باب الواد في الحملة هذيك يعني كل واحد كان لازم يعني الناس اللي كانت ضحات بروحها باش سلكت ناس ناس احنا دور الفنان باش يعني يعاون باش اللي عنده هو احنا واش عندنا احنا نلحقوا الرساله تاعنا لكل الشعب الجزائري داير كان لو تيلي طومورا يعني هذه قاعد يعني الدور تاعنا احنا يا سي رساله الفنان نعم. يعني والرساله يعني هذيك هي الحاجه الكبيره أكيد. لانه يعني كي يكون واحد انا كنت نقول لهم كي يكون زعما واحد عنده مشكل معنا فنان ربما يزيد يفكرك اكثر بالظروف اللي سجلتوا فيها هذه الاغنيه معنا الفنان نور الدين علان مرحبا بك مساء الخير مساء الانوار صح ماليش دليله دليلة. دليلة مرحبا بك معنا دليلة مساء الخير وش راكم لاباس الحمد لله معك الفنان محمد العمراوي سلام نور الدين محمد العمراوي صحة محمد وش راك لاباس وش راك نور الدين لاباس الله انتم بخير والله الحمد لله انا نحكوا على الذكريات تاع اللي درنا تاع الجزائر حزينه الو راه حكيت لها قالت لي هكذا وزيدوا كاع نتفكروا شويه نور الدين علان وصبر الدين قاليز الفنان نور الدين علان وشنو هو اخر موقف جمعك بالفنان الكبير المرحوم مصطفى يانس واش من قلتي لي واش اخر موقف عشتوا معه ربما حيثيات تسجيل اغنيه اللي كنتوا سجلتوها في رباعيه مع بعض على كل حال انا سجلنا هذيك كيف كيف جزائر حزينه وكان جا الاستديو باش يسجلها هو على كل حال جاب باش يسجلها وحده دخل الاستديو بعد اقترحت عليه قلت له ورينا نشوفوا الاغنيه هذه بعد ورانا الاغنيه قرينا الكلمات هو جاب موسيقى على كل حال جاب لها موسيقى واحده اخرى بعد قاعدين احنا نحكوا مع عمراوي ونصر الدين قاليز حبينا نديروا لها موسيقى كيف مع مصطفى انا سكت ومن بعد سمعنا وبعد قال لك انه كيف كيف وجات هكذا يعني صدفه وبدينا كيف كيف وهذه كانت نجاح كبير لان احنا كنا مسكرين بوشرة في الحمله هذيك تاع باب الواب الله يرحم الشهداء اللي ماتوا كاع في هذيك الحمله هذيك واش نقول لك حاجه خرجت من القلب اللي كان سبب باش غنينا هذيك الاغنيه مصطفى هو صديق ووليد حومتي على كل حال اولا ولد حومتي نسكنوا في حومه واحده هو يسكن في الكادر فانتنا وانا نسكن في الفاتيا مصطفى سبق لها في الفن هو على كل حال احنا هو كبير علينا شويه هو كان من المغنيين اللي داروا اسم في السبعينات كان معروف باغنيه عاداني معروف باغنيه يا الغداره كان معروف ايضا بتشجيع المولوديه غنى لها في كثير من المناسبات هذيك المولوديه غنى لها مغنى مع الشباب بالوزداد نهار ذات لاكوب في 95 غنى جيبوها يا شباب هو اللي غنى جيبوها نعم وغنى غنى مولوديه وشنو قبل ما غنى مولوديه يعني نقول لك مصطفى معروف كان معروف بيا الغداره وعداني عداني حبيبي هكذا محمد هكذا نور الدين وفي الثمانينات سجل راشدة غنى راشدة هو راشدة دار لها صبغة تاعو دار لها صابة دار لها صابة يعني قالب ديالو تاع مصطفى مصطفى كان يحب الفن بزاف يعني يحب هو مصطفى راح دار اسم صغير كيما قلت لكم بعد ديك وشنو اعتزل شوية من الفن مش اعتزل كان راح للصحراء يخدم في حاسيم سعود وطول شوية تما كي طول شغل شغل الجمهور شغل نساه شويه وشنو كيعاود ولا بقوه لان كان يحب الفن ولا وعاود سجل عاود بان عاود الناس ذكروا بمصطفى هناك عاود دخلت الساحه الفنيه وهذه هي وانا واش نقول لك الله يرحمه مصطفى الله يرحمه ويوسع عليه شكرا للفنان اخر موعد لي شفتونا شفتو على كل حال كيف كي كان يموت كي كان يخرج في عمره وكان نعم. كنت معاه انا يعني فتره المرض تاعو ما طالتش بزاف ما طالتش يعني نعم كانت مده قصيره لكن قدر الله ما شاء فعل شكرا لا تصبر المال ان شاء الله يا ربي وكاع محبي الفنان ناس ملاح وان شاء الله ربي
يديروا في الجنه والله يرحمه برحمه الله ان شاء الله. ونشكركم فيه ودليل واخ محمد عمراوي هذا التذكير هذا ان محمد ثاني يعرفه وخلاه واجب علينا نور الدين واجب علينا خويا راه خونا الله يرحمه. شكرا شكرا يعطيك الصحة على هذا التدخل الفنان نور الدين علان كان معنا على المباشر. نهديو لكم مشاهدينا الكرام ونهديو لك الفنان محمد العمراوي أغنية ديالك وكنت أديتها أيضا مع المرحوم كمال مسعودي. يا حسرة يا حسرة خليها تعمل ما بغات خليها تعمل شبه في البنات. نعم نستمتعوا بالأغنية ونتكلموا عليها بعد قليل. عريس كسيت روحي كل شي جديد شافيك والله ما تغيب كل ما نتفكر نغيس عليك ألف العناية بليس راه الهوى بداني للبعيد شافيك والله ما تغيب خليها تعمل ما بغات ما دامها شابة في البنات راه قلبك على جالها مريض شافيها والله ما نغيب خلي ونيا وما نوات أنا شقيت هي مع ذاك وعلاش هكذا قلب حديد شافيك والله ما تغيب خليها على كيفها دايره في زينها سلاحها بغات تموت في حبها شهيد شافيا والله ما نغيب راك تدور قدام بيتها لصق في حبها عقابها واش دير ما لقيت ما تزيد شافيا والله ما نغيب خليها تعمل ما بغات ما دامها شابه في البنات راه قلبك على جالها مريض شافيا والله ما نغيب خلي ونيا وما نوات انا شقيت هي مع بات وعلاش هكا قلب حديد شافيك والله ما تغيب قالوا لي صحابي شي كلام شي واش دارت لك في الطعام راك تخلع صعيد من البعيد شافيك والله ما تغيب مازالني نكتب في الظلام ونشعر لها في الغرام الكامل في بيتي وحيد شافيك والله ما تغيب خليها تعمل ما بغات ما دامها شابة في البنات عقلتك على جالها مريض شافيا والله ما نغيب خلي ونيا وما نوات انا شقيت هي مع بات وعلاش هكذا قلبها قديم شافيك والله ما تغيب جميلة جدا. فكرة الديو في الأغنية الشعبية غير الشائعة كيفاش جاتكم فكرة أنكم تقوموا بديو وهذا الشيء صرا قبل 16 سنة؟ على كل حال يعني هذه كما نقولوا أنا عملت كثير من الأعمال معك يا الله يرحمه مسعودي يعني كان من أعز الأصدقاء وهذه الأغنية خليها تعمل ما بغات يعني من كما يقولوا يعني parmi les meilleurs souvenirs يعني اللي كان عندي انا وكان الله يرحمه وهذه الاغنيه كانت هي الكلمات لصديقنا ياسين عابد اللي نسلموا عليه بالمناسبه والالحان كانت لي انايا يعني انا اللي دعمت لها الالحان وكان على كل حال في الاغنيه الشعبيه ما كانش ديو رجال هكذايا نعم زمان يعني ما داروش كانوا داروا في 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 دي ستيل واحد اخرين يبين بروبوزيسيون يعني تعودنا انه ديو نشوفوا صوت نسائي وصوت رجالي صح كمال الله يرحمه كمال الله يرحمه ما بروبوزي قال لي محمد واش رايك نديروا ان ديو داير كي درنا ماشي هذه الاولى اللي بدينا بها درنا اغنيه من 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 تراث قصيد كان قصيد شعبي هي خطري بالجفا تاع الدب الطالب كنا بدينا به هذا قصيد طويل شويه ودرنا حرمت بك نعاسي ثاني من تراث ودرنا هذه اغنيه جديده هذا الاغنيه يعني فرضت نفسها وحدها يعني في, في الموضوع ربما فرض نفسه الموضوع والاداء تحريض هذا تحريض نو لا لا على كل حال انا راني كما نقولوا كمال الله يرحمه صديقي يشكي لك وانا راني شغل هو يشكي لي وانا راني نهضر مع ماليه باغ اكزومبل كما الكوبلين الاخر نقول
نقول لهم ما تقولوش البنات هبلوه راه قلبه محروق سلكوه جيبوها له يولي سعيد. هو يقول لي من غير هذا شي ما يفيد. نقول لهم اخطبوها له وزوجوه ما تعطلوش حتى تجيحوه ولا جح الوخده تزيد. يقول لي قلبي لحمه ماهوش حديد. يعني موضوع اجتماعي. موضوع اجتماعي اللي يقيس كل الشباب ويعني اللي يعني الحاجه كنا نهضروا على الزواج يعني اللي يعني فرض وهو انا كما يقولوا نصف الدين يعني قعدنا توجور يعني موضوع شباب بزاف سي بورسا يعني تلقاه الجمهور يعني ب يعني عجبهم الموضوع ودايور وين يعني وين رحت وين خدمنا الحفلات وين رحنا للصحراء للشرق للغرب يعني وين رحنا توجور يدومونديو لا شونسون هذه ويحبوها بالصغار بالكبار يعني. نعم وهذه أغنية فكرتك في موقف طريف عشتوا أثناء التصوير قلت لي على كل حال أثناء التسجيل يعني كي كنا نسجلوا ما يخفالكش كيما رانا دوكا كنا في بلاطو كنا قاعدين هكذا أنا منا كمال كيما راك أنتيا الله يرحمه وكانت تلفزيون قدامنا هنايا صغيرة باش نشوفوا روحنا فيها هنايا بور لو كونترول الورا انا كي كانت البنانه يا حسره هذوك ولا كانت موضه لابود صغير يشيب ولا بود سناني ريبو كما قالوا شيوخه الورا كانت كي كون داير بنانه حنا ما كانش داك ما درناش جال ولا كانت بنانه ناتورال هكذاك ومن بعد كي بديت نلعب هكذا كي حبت راسي طاحت شوشه ماركي كي تفوت لا شونسون تشوف الشوشه طايحه نعم الورا كي طاحت شوشه انا هاني نشوف شوشه طايحه كيفاش باش نطلع شوشه وقفتوا تسجيل لا ماشي وقفنا تسجيل انا راني نشوف باسكو لا تيليفزيون خدا يورو كمال الله يرحمه خطر يوروني انايا انا قلت نقابر كي تجوز كي يورو كمال انا نطلعها وكي طلعت الشوشه فينالمون كنت مبان انا في ليكرون نعم كي خرجنا كمال الله يرحمه سعودي الى فيزيوني تما في الكاميون راح فيزيونا كي قلت له كمال قلت له شفت كي قال لي والله غير خرجت قلت له راني نقول لك قال لي والله العظيم غير خرجت قال لي راني نقول لك وكي تشوف شوفي لما فينالمون سي فري يعني قعدت مام الجمهور الى روماركي قالوا لي كاين قالوا لي علاش ما خليتهاش علاش طلعتها انت حبيت البنانه معنا ايضا على المباشر الفنان جاليزا وحاضر معنا مرحبا بك نصر الدين نعم مساء الخير مساء النور مساء الانوار مساءكم بالخير كاع كل المتفرجين الخير محمد العمراوي السلام اخويا نصر الدين السلامكم لاباس والله الحمد لله اخويا نصر الدين وانت لاباس الحمد لله الله يسلمك الخير راكم منورين الشاشه الله يسجيك خويا نصر الدين الله يسلمك خصيتنا انت ثاني الله ينورك اقتراح اخرى الله يسلمك الله ينورك حبينا هذا العدد يعني يكون وقفه ايضا امام روح الفنان فقيد الاغنيه الشعبيه الفنان مصطفى يانس انت كنت يعني قريب منه ربما عندك كلمه تقولها ولا موقف تتذكره كنت عشته معاه نعم على كل حال مصطفى يانس الله يرحمه انا كي تقولي لي مصطفى محسوب نتفكر في اليامات تاع الضحك تاع الفرح تاع الله يرحمه ويستر عليه احكي لنا موقف طريف يعني هو عنده واحد الخرجات عنده خرجات تاعو مش عارف عنده خرجات يعني نبقى واحد الخطره مع نور الدين علاني شغل يتناقشوا كان هذا واش نحبوا احنا في مصطفى عندما نرموا له كلمه يرد لنا زوج ما يوليش اللور كاع الانسان اللي واكب كيما نقولوا مخطره مواكب الجيل القديم تاع مسكوت وتاع تاع بورديب وتاع شيوخ هذو واكب المجموعه تاعنا احنا نور الدين علان عمراوي ديدين كاروم فهمتي دونك نور الدين علان شغل نذهبوه شويه قال له مصطفى قال له خلاص عليك انت بالكسره قال له خلاص في البدايه قال له فاش خلاص قال له تقديم قال له على الفايده مصطفى نور الدين قال له اسمع قال له الفايده ماشي في اللي في اللي في اللي في اللي سبق الفايده في اللي صدق مصطفى ريبوند له قال له انا سبقت وصدقت صافا كوم صا قال له واش خصك الله يرحمه عنده عفسات الله يرحمه عنده عفسات عنده عفسات هذويا ويقول على بالك مصطفى يا ناس معروف انه في وقته وين غنى راس تاع هذيك اللي معروف فيها بعد محمد ماروكان اللي كانت الهوا تاعها معروف هو دار هوا واحد اخر جديد دار هوا جديد ودار صابا في وقته والصابا هذا طبع موسيقي يعني كان بزاف مخدوم عند الشرقي وكان ننتقدوه بزاف يعني عشاق الشعبيه ذاك الوقت لكن دار بها صدى راشده هي اللي رداته للفن بعد ما شاع في 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 السبعينات بغنية عداني عداني أغنية غدارة
اللي دارهم سير ديسك هذاك الوقت عند محبوباتي الله يرحمه استوديو تاعو في ريوش. ومصطفى انا قلت لك واكب القديم واكب الجديد ومعروف يعني حتى صافي لما حتى عمره وحكى ليه هو معروف حتى سميناه ب مغني المناسبات. حبي يقول وين تكون يعني حاجه على الوطن تكون كيما سلسله اجتماعيه كيما الحمله كيما الحاجه اللي تكون تلقاها دائما يوجد في العفسات باش هو كان رحمه يقول لك خالف تعرف كيما قال العنقه. داير هو كان يقرا عند العنقه في الكونسيرفاتوار دالجي وعنده ليميتاسيون تاع كروابي من مدرسه الى مدرسه واحده اخرى صرات عفسه في وقت العنقه في كف الكونسيرفاتوار بالذات. دونك مصطفى هذا هو مصطفى معروف قلت لك بالتشديد بالعصرانه بالقصيد وزيد نعطيك حاجه معلومه انه هو يحفظ القصيد ما يحطش الكراسه باش نتفاهموا ولا راسده ولا القصيد اللي كان يحفظ عندما يروح للعراس يا ربي هكذا واحد قاي صغير ولا لكن كلش في الراس وعنده المنظور تاع العنقه يعني الدقه تاع كيما نقولوا تاع اللعب تاع المنظور شغل العنقه الله يرحمهم. واش نقولوا عليه يعني هذا واش عندي يقول مصطفى يا ناس يقولوا إنا لله وإنا إلى راجعون. نعم الله يرحمه هو أدى رسالته ربما على أكمل وجه يعني والباقي عليكم أنتم كفنانين أنكم تحملوا المشعل وتأدوا رسالة الحقيقية للفنان. الفنان نصر الدين قاليز يعطيك الصحة شكرا على هذا التدخل. شكرا على خير. إذا نعود نولوا للفنان محمد العمراوي وحابين نتعرفوا على آخر أعمالك. اخر عمل اللي كان صدر اللي خرج نعم. يعني كان حوالي واحد 3 سنوات تقريبا هكذا 3 سنوات نعم. وكنت عملت دو سيدي درت فيهم جي في ميلونج يعني طلب من الجمهور سي نورمال يعني الفنان هو ملك الجمهور يعني هو اللي يعني طرحت البومين في نفس الوقت في نفس خرجوا في وقت واحد كان انا البوم سميته كيفاش يقولوا بالعربيه حنين نوستالجي سنتيمونتال نعم حنين وعاطفه وقيلة نعم والاخر فاتي نوستالجي يعني زوج وكنت عملت فيهم يعني بالعربيه نعم. وبالقبائليه نعم. طلب من الجمهور القبائلي اللي كان نعم. يعني طلب لي قال لي بزاف اللي قالوا لي علاش ما ديرنا يعني سي نورمال دونك الاغنيه القبائليه يعني سي ثقافه ديالنا اكيد ويعني احنا نعتزوا بالثقافه ديالنا ما لازمش ننساو يعني كما يقولوا الاصل ديالنا نعم. كنت عملت نصف بالعربيه ونصف بالقبائليه وكنت عملت في هذا الاعمال يعني درت تكريمات للشيوخ كبار يعني اللي كانوا عندنا في الاغنيه القبائليه اللي يعني نقدر نقول لك دوك لي زونسيان يعرفوهم مي كيما الشباب ما يعرفوهمش نعم. مثلا تشوفي شاب تقولي له بار اكزومبل الزروقي على الله والله يرحمه ما يعرفوش وكان عملاق من عملاقه الاغنيه نعم. القبائليه وهذا هو دوركم كفنانين انكم تحافظوا على يعني هذه الاغاني الجميله اللي يعني برزت في وقت ما لازم نحافظوا عليها نحافظوا على هذه الكلمات نحافظوا على هذه الالحان سي نورمال يعني كاين قلت لك مثلا عملت ثاني عملت يعني كاين عده شيوخ اللي درت لهم كاين فريد علي الله يرحمه اللي كاين يعني مشهور بالاغنيه الثوريه اللي يعني الجزائر كاع تعرفها وكانوا عاودوها يعني ما بلغات اجنبيه كثيره هي اي معزيز نورترو يعني كانت معروفه كثير خطره واحد يعني سي نورمال للاسف يعني كاين لي جون اللي ما يعرفوش يعني الكبار سي نورمال وهذه يعني الدور تاعنا حنايا باش نعاودوا نحييو هاد كيما يقولوا هذا اللي داروه يعني شيوخنا هذا الاعمال اللي يعني الاعمال يعني كبيره اللي داروها شيوخنا اللي باش نزيدوا نعاودوا هذا الشاب هذا اللي راهو دوك مولا 16 سنه ولا باش يعرف بلي هذا العمل كان ومازال عايش داير كاين اغاني اللي تغنات راهي تتغنى دوك ما يعرفوش شكون غناها مثلا الاغنيه هذه مع عزيز نورترو خطره كي بدينا نحكوا مع شباب هكذا قال لي يا شيخ الاغنيه هذه تاع معطوب الله يرحمه لو الناس حبيبنا ثاني الله يرحمه قلت له لا قلت له معطوب لو الناس الله يرحمه هذه عاود لها كيما قلت له كاين عده فنانين اللي عاودوا لها قلت له هذيك دارها انا وما جعل فريد علي هي الاغنيه اللي فريد علي كان في وقت الثوره كان فنان ثوري يعني كان
يعني كانوا جوج وكاين بزاف كثير كثير من الفنانين. نعم. شيخ عرفوس قال الشيخ عرفوس لا كاين بزاف كثير. نعم. الفنان محمد العمراوي اديت اذا الاغنيه القبائليه اغنيه الشعبي وشنو هو اللون الغنائي اللي تصب فيه روحك اكثر؟ على كل حال انا يعني قلت لك المدرسه الاولى يعني بدينا بالاغنيه درت الاندلس سي نورمال درنا من بعد في الاغنيه الشعبيه اغنيه شعبيه ب ب ب بآلت الموندول يعني الجور كامل بونجو فيولون كامل ويعني في الاختصاص ديالي انا يعني انا تقريبا في الالات عزفت تقريبا على كل الالات موسيقيه تقريبا كل الالات لي زانسترومون افون لي زانسترومون اكورد يعني تقريبا جست كاع عليهم الاله وين اللي لقيت يعني راحتي فيها هي آلة الجيتار لأن آلة الجيتار آلة كاملة نعم كي تقدم مثلا بآلة واحدة أخرى موندول ولا فيولون ولا كي تغني بها يعني شغل سيتان سولو اللي يديرو بصح بالآلة مثلا كي لعب لي زاربيج راهي شغل مكمولة عندك آلة الجيتار وآلة البيانو ويعني في الطابع أنا اللي عملت يعني ها طب درت كما يقولوا سماوني يقول لك محمد العمراوي الاغنيه العاطفيه الشعبيه سي تان ستيل سي تان ستيل يعني طابع يعني ما خرجناش من الاغنيه الشعبيه لان الكلام مازالوا توجور في 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 شعر الملحون نعم تقعد في الالات تختلف الالات يعني كالكو ارونجمون ميوزيكال برك سينو هي على كل حال هذه خدموها اللي قبلنا يعني ما نقولوش باللي احنا باسكو لا شونسونات سي محبوباتي الله يرحمه يعني هذه مفروغ منها محبوباتي الله يرحمه الباجي الله يرحمه يعني كان ما قبلنا وحنا رانا كل فنان يزيد كما يقولوا يزيد نوطه زياده للفن يزيد كل واحد يترك البصمه ديالو يعطيك صح يزيد بصمه نبقاو اذا مع الاغنيه الشعبيه ونستمتعوا مع بعض بهذه الاغنيه اللي نهديوها لكم واش نحكي لك يا العمر تعرفي كل ما بيا راه نعاس بيك مكسر زعزعتي بيا الدنيا لو كان ما جا فيك السر ما نغني هذه الغنية ما نخلي قلبي نعصر وما نبني ألف بنية اشكون فيك ينسيني وينسي اللي جوزته معاك وينسي اللي جوزته معاك موحل خلت تجرحيني ونتعادى وانا وياك نتعادى وانا وياك انا قلت تحبيني وتحبي القلب اللي بغاك وتحبي القلب اللي بغاك محنمتك دوقتيني والفتك وسكنت هواك والفتك وسكنت هواك لو كان خير ما تكلمناش ما جرحتك ما جرحتيني كانت الغيبة ما تبطاش تولي وتسامحيني لكن رحتي يا منعش مشيتي ونسيتيني حبنا درتي فوق النعاش دفنتيني هكذا اللي رادت القدار ما فهمتك ما فهمتيني شعلتي في قلبي النار مثل الطير شويتيني ريبتي بيا الصوار هملتي دمعة عيني
خطفتيلي يا الفكار وبسكاتك عذبتيني بسكاتك عذبتيني وش نحكي لك يا العمر تعرفي كل ما بيا راه النعاس بيك مكسر زازاتي بيا الدنيا جميلة جدا شاهدناك هنا في لون آخر لون العاطفي هنا على كل حال أغنية عاطفية وهذه الأغنية يعني هنا يا ملت باسكو درت فيها أم تيتار مجموع ترك يعني أنا من عشاق الأغنية التركية الكراك كل حال لي زونسيان اللي يحبوا الجيتار يحبوا الشط يحبوا بزاف سيت اون شونسون ترك معروفة يعني اللحن هذاك اللي في الوسط أنا كان عندي لحن زدت درت لها هذاك التعديلات اي هذه من كلمات صديقي محمود شهيد اغنيه عاطفيه يعني لكل حال الشباب حنا تعودوا الجمهور يشوفني بالجيتاره نعم ولا بالموندول كي نغني شعبيه وهنايا يعني غنيت بلا اله نعم يعني ربما تجربه جديده بالنسبه لي نو على كل حال درت ديجا افون درت لا درنا يعني من قبل كنت دايك درت في حصص تلفزيونيه يعني درنا كان عندي على كل حال نعم كان عندنا الاخر رانا في وقت يعني كثرت فيه الالوان الغنائيه كاين بعض الاغاني اللي تعتمد على الريتم الخفيف كاين اغاني تعتمد على الصوره الكليبات المصوره اين تكمن قوه الاغنيه الشعبيه اغنيه الفن الشعبي قوه الاغنيه الشعبيه اولا هي في الكلمات يعني في كلمات اللي كلمات في شيوخنا اللي الكلام يعني اللي ما يموتش كله ارشاد ونصائح يعني كله نصائح كله حكم كله رسائل يعني واحيانا رسائل مشفره اي لا بروف راهي يعني كما سيدي الخضر بن خلوف يعني الشعراء سيدي الخضر بن خلوف محمد بن سايب احمد بن تريكي يعني كل اللي كتبوا كلمات يعني راهي بالك عندها كاين اللي عنده 100 سنه بالك وما زال يعني الكلمات ديالهم تتغنى دوك وراهي تقول تغنى دوك كاين اغاني اللي تقول دوك اللي تكتبت هذه هي قوه يعني الاغنيه الشعبيه ما تموتش صالحه لكل زمان ومكان لكل زمان ومكان الاغنيه الشعبيه توجد وقفه سي نورمال للموسيقى ديالها اللي موسيقى مهذبه موسيقى اللي يعني كما قلت لك الاغنيه الشعبيه يعني توجور راك تشوف شحال من اللي فاتت مازالها واقفه وان شاء الله الاجيال الجايه ان شاء الله يحتفظوا بها هذا واش نطلب كما قلت لي هناك احيانا اغاني ولا اعمال تخرج تعمل ضجه بعد فتره معينه ما كان والو نلاحظوا انه كبار الفنانين يطلقوا البومات ويخليوا لهم الوقت باش يحققوا نجاح باش يحققوا مبيعات هل هذه طريقة الفنان محمد العمراوي قلت عندك ثلاث سنوات اللي طرحت الألبوم تاعك سي نورمال ما بين ما بين ما بين اون فابرون دران اكزومبل ما بين الأغاني اللي كانت دحبان الحراشي الله يرحمه اللي كان معروف عندنا حنايا في الجمهور الجزائري كان أغاني نعرفوا مما الضجة اللي دارت يا رايح بعد الموت ديالو يعني ضجة اللي ما كانتش شوف شحال من اللي مات وغناوها يعني في بعدة لغات يعني لا بروف باللي اغنيه كي تكون مليحه واغنيه ما تموتش وتقعد توجور حيه في لاكلي حياه لا يطول في عمره باغ اكزومبل كاين هذه اللي قلت لك الاغنيه المعبره والاغنيه اللي تكون عندها موضوع تقعد يعني فرضها نفسها حتى اكيد فهذه الامسيه سمعنا صوتك في الاغنيه الشعبيه في الاغنيه العاطفيه حبينا نسمعوه ايضا في الاغنيه القبائليه واش رايك على كل حال ندير مجهود باش ندير لكم اغنيه ندير لكم شويه من الاغنيه نعم. الاغنيه كنت عملت في الالبوم هذاك قلت لك درت تكريمات يعني لكل عده شيوخ وما بينهم كاين اغاني جديده جديده كاين اغنيه هي للام لصديقنا نسيم ما يتقرا الكلمات وكانت الموسيقى ليا درتها في قلب شعبي سيندر ونهديها لكل الامهات سي نورمال يعني الامهات اللي تعبوا علينا وربونا وقراونا
ونزيدو نهديها ثاني بالمناسبه لولادي باش ما يزعفوش عليا. ها عندي بنتي في عمرها 4 سنين امال بنتي وسيد علي. سيد علي عنده عامين والزوجه ثاني ان شاء الله هذه وكل الجمهور الجزائري. عزيزنا يما أينك إيه تجيب يما عزيزنا يما أينك إيه تجيب زقرد قربي المحنة دقس يغلد في الليل دقس يغلد في الليل اسمكن يدلدين تولن وكمدو في غور ثاما مثل غوياض السوالن ينغيل وحش توجما اسمكن يدلدين تولن وكمدو في غور ثاما مثل غوياض السوالن ينغيل وحت توجما تجي ضي يريقو جيلن كم تسوح للضايما سين ولاش وديو غالن دين هيدا خامن ديما أيما عزيزنا أيما أينك هي تجيب مزقير دقر بالمحنة دقا سيغلد في الليل دقا سيغلد في الليل. محمد العمراوي لكل ما يفهموش اللهجه القبائليه علم من كانت تتحدث الاغنيه تتكلم على الام نقولها يما عزيزنا يما اينك ايت تجيض يعني يما راحت كيما كتوفات يا يما العزيزه يما لمن خليتيني زقيت تقرب بي المحنه نط نعم تربيت في المحنه دقاس يغليد في الليض يعني في كيما نقولوا طاح عليا الليل كما نقولوا في النهار يعني ويحكي على الام اسمك كني دلدين ول يدلدين تولن وكمدو في غور ثما يعني تمي يحكي على كي ناض وما لقاش يماه هذا يتيم اللي ما خلاته نقولوا زادوا خلاته يماه ما يعرفش يماه يحكي عليها هي يعني مأساة يعني يحكي ما عندوش الحنان هذاك تاع الام يعني كيشوف كيشوف الناس بيماتهم وهو ما عندوش يعني اغنيه اجتماعيه وهذيك قلت لك كما قلت لك في الاول يعني الفنان هو يغني مواضيع اللي يعيشها في المجتمع كاين واحد يتيم كي يسمع الاغنيه هذه يقول لك ما رانيش غير وحدي لا بروف عليها هذا الموني
وكاين بزاف يتونسوا بالاغاني هذويا. اكيد قبل قليل كنت نسمعك ايضا دندن في واحد الاغنيه، اغنيه مشفره، اغنيه لغز. ايه صح. نعم ماذا بيا نعاودوا نسمعوها مع بعض. هي كان هي من اخر اعمالك يعني في الالبوم، يعني على كل حال الاغنيه هذه كنت عملتها كنت درتها ما قبل الشريط هذا اللي فات الاخر. يعني كتبت انا عده اغاني، بصح ما بين الاغاني المفضله اللي عندي انايا من الاغنيه هذيك، والاغنيه هي العنوان ديالها نحبكم الاثنين. نحبكم الاثنين، حبيت نسمعوها مع بعض، وش رايك تسمعها لنا؟ تفضل تفضل. نعم نحبكم الاثنين هي أغنية من كلماتك. كلماتي وألحاني. من كلماتك وألحانك. موضوع الأغنية نكتشفه بعد ما تأديها لنا. إيه كما حبيت. تفضل. قلت لها نحبكم الاثنين ما نسمح فيك وفيها، وحدة تبربرني بصوت حنين الأخرى القلب يعشق فيها. قلت لها نحبكم الاثنين ما نسمح فيك وفيها، وحدة تبربرني بصوت حنين الأخرى القلب يعشق فيها. خزرت فيا مم العين والدموع بانوا في عينيها، قالت لي نمشي في الحين نروح ونخليك ليها، غير خير وحده متنين اخطيني ولا اخطيها. خزرت فيا مم العين والدموع بانوا في عينيها، والدموع بانوا في عينيها. قالت لي نمشي في الحين نروح ونخليك ليها، غير خير وحدة متنين اخطيني ولا اخطيها. للجدل لما نسمعوها نحسوا أنه كاين هناك منافسة. أول وهلة نحسوا ربما أنه هي منافسة بين راجل عنده زوجتين ولا بين والدة الزوجة وربما الزوجة مع الزوج، لكن كي نسمعوا قاع الأغنية نعرفوا باللي كاين هناك منافسة بين الزوجة والجيتارة تاعك الآلة الموسيقية. ركبياتي على كل حال يعني كما قلت. نعم في كلمات فقط تكلمنا حول هذه الأغنية. إيه على كل حال قلت لك هذه الأغنية على كل حال هذه راهي لأول مرة تفوت في الشاشة وراهي سيتي نوفيل فيرسيون هذه. نعم. مازال ما سمعتش الجمهور. نعم. أغنية جميلة جدا على كل حال استمتعنا بها، لكن خلاص عمر البرنامج. واش تقولنا في آخر؟ على كل حال الأغنية هذه نقول يعني باش ما نخليش الجمهور هكذاك محير. نعم. يعني نقول قلت لها نحبكم الاثنين
حنين ما نسمح فيك فيها. وحدة تبربرني بصوت حنين، الأخرى قلبي يعشق فيها. نقول خزرت فيا مم العين والدموع بانوا في عينيها، قالت لي نمشي في الحين نروح ونخليك ليها. نعم. غير خير وحدة من تنين أخطيني ولا أخطيها. نروح الأخير الأخير باش نقول، نقول خزرت فيا مم العين والدموع بانوا في عينيها، قلت لها مسحي عينيك حتى أنتي تحبيها. نعم. صوتها إشحال سمعتيه وتخلويتي بألحانها تزهي القلب وتفاجيه القيطارة اسمها ماشي مرة. نعم، وعلى هذه الكلمات نختم برنامجنا. شكرا لك الفنان محمد العمراوي، شكرا لمشاهدينا الأعزاء على المتابعة، دمتم بخير. قدرها عزها مولانا وعظمو، قدرها عزها مولانا وعظمو، يمنة البهجة سنمو على الريال، سلموا الغزالي بالزين سلموا، يا بنات البهجة سلموا على الريال.